المشاهدين كدايرين لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم جاتنا واحد المفاجاه من فرنسا مع دمنتي امينه، الله يكثر خيرها، الله يخلف عليها، الله يجعلها لها في ميزان الحسنات ديالها. تحيه ليها كبيره من هذا المنبر، تحيه ليك امنتي امينه، الله يطول في عمرك، الله يخليك لينا والله يخلي لنا خوتي المشاهدين كاملين. شكرا لكم بزاف على التتبع اللي تتبعونا، واليوم سبقتنا واحد الصاد انا مازال ما عارفه شنو فيه، هذا نفتحو قدامكم وعويناتكم شنو فيه. نخلي الكلمه للوالد ديالي ونبداو. السلام عليكم خوتي خواتاتي، تحيه للمشاهدين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه خوتي المغاربه، تحيه خوتي الجزائر، تحيه للمشاهدين في الدول العربيه كلها. شكرا لك اختي امينه، تحيه لك بزاف، الله يخلف عليك، الله يخلف عليك، الله يخلف عليك، خليفه الخير ان شاء الله، يجعلك ان شاء الله في صحيحتك وفي وليداتك ان شاء الله وفي كل مرزقك الله عز وجل. تحيه لك، تحيه لكاع خوتي الجزائريين، اختي امينه من الجزائر شكرا لك بزاف، مقيمه في فرنسا شكرا لك، تحيه لك، تحيه لكل المشاهدين ديالنا كلهم، كلكم خيركم علينا كثير، شكرا لكم بزاف على وقوفكم معنا، الله يكبر بكم. واليوم غادي نشوف اسمحوا لنا على الطالع عيالا شي شويه داك الشيء علاش مازال ما جاش، مازال ما جاش. نجيب جلوي اخوتي من الكوزينه ونجي، نسيت حسبني ما جبتش الماء، راني جاي ما عرفتش تما عاد جيت. شنو هذا؟ نقص حسن من الجلوي. هاني شوف هاك اللي درتي. الله يا ربي اسكت شيك شي حاجه ندير هرس الدجاجة. صوب لو كتصوب جاي. مهمتي أمينة مصيفطاه لنا بالشوق وتهرس. أنا مزوينات والله يخليك بخير مهمتي أمينة. خلف عليك الله عز وجل. ترفع الباس. خلف الله. هذي طاقة. نمشي نخلف عيد الله. فلاكي سيرتا مليون الله يخلف عليك اختي امينة. امسحك انا امسحك امسحك هادي تفصيلة تفصيلة هاي تفصيلة على مزوينات هادي شي فراشة وتبردي مع راس هانتي معايا شوفوا لها التفصيله شحال زوينه الله يكثر خيرك امينتي امينه والله يخلف عليك والله يجعلها لك في ميزان الحسنات ديالك يا ربي. تولي مدات انتما بلاصه الكوتي كي دير تحت باقي قاصح حاول بوتش من تحت انتما تهدي تفصيله اخرى اه كيتحل كي تجبدي هادي اللو كيتحل هانتوما شفتو الله يخلف عليك لالا امينة خلف على المشاهدين ديالنا كاملين تصيله يديك شوية باش تبان انا قصيرة وانت اللي طويل وانا قصيرة انا قصيرة تبارك الله لا مسكينه راه عيانه ما جاتش تبارك الله لا تفاصل صيفطت لي امي امينه الله يصيفطها الخير على مزويناتهم هاد جوج هادي هادي وهاد الزرقاء فراشات هادو قميصات ولا اللي كان زوينين تبارك الله الله يصيفطها الخير والله يجعلها لها في ميزان الحسنات ديالها يا ربي Okay.
والله عندي عزيزه كتقول لي انا عندي 4 بنات ولا 3 قالت لي وانت يا منهم كتقول لي انت عزيزه عليا وتعيط لي لاله مريم وتانا حاس بها مامتي وربي اللي شاهد عندي مامتي في المغرب وعندي مامتي في فرنسا راه عزيزه عليا وربي اللي شاهد اقسم بالله راه في القلب وعندها واحد البلايصه تكتكي بوحدها والله هذا كلهم مشاهدين عزاز علينا كلهم عزاز ولكن هاد مامتي امينه بالهضره اللي كانت هضرت معايا وباش وقفت معايا في المرض زعما صراحة الله ظريفة والله يعمرها كاع بقطع ليها الله يسكتها زيد لها شوية طابلو خليت هاد التحتاني في تحت خليكم معايا على ما نشوف الرجعه ما فتحونا ما عرفتش كي ندير نفتحو شوف تبارك الله لا طابلو الله يصيفط لك امينتي امينه رزيق والله يجع ربي يفرحك كيفما فرحتيني الله يفرحك دنيا واخره والله يخليك لينا والله يطول في عمرك يا رب بصحتك الله يعطيك الصحه وعقبال لك ان شاء الله علينا تجيب لي الماكياج عقبال لك بشي حجه ان شاء الله يا رب حبيبي يا رب العالمين هاك بفتح هذا ولا من المغرب من هذا دابا غير الفتيح غير الفتيح شد المقص تاعك كنت مسكينه مرة كتفتح لنا هادشي قري عاد الريحة الله الريحة شحال زوينة شكرا اخوتي كاملين تحييتكم بزاف الله يكبر بكم كما كتكبروا بينا وكديروا كل شيء على من قبل ديالنا حنايا شكرا لكم بزاف والله هذه قرعه د الريحه بحالها كتفرحوا لي مريم كتفرحوا لي العربي كتفرحوا لي السي محمد كتفرحوا لي اختكم الطا كتفرحوا لنا جميعا هذه قرعه د الريحه ومشطوب اختصاصي في هادشي انا هي ما تعرف تحتي هذا اللي عرفت هادي مشطه هادي ماشي مشطه هادي وقيله كيتلوي الشعر ما نعرف ما تسولي لخوتك خوتك غير قول لك شنو فيها هادي تلوية الشعر يا اسكي غادي لك كوافوره وصافي الله يسلمك تموتي امينه ربك يلا افتحي انا اللي عارف مريم دابا كي راه هادشي هو حب هذاك كان فهم صغار هكا ولكن ابو صغار ما تشوفش بغيت تشري لي هادشي كان شبا زعما صراحة الله تقال كان شكون تنقول له ابو شري لي بلاك شعري تيقول لي لا شري لي ابو الماكياج لا تبقوا يصيفطوا لي خوتي المشاهدين عاد بقيت تندير ما والله ما كنت تندير شي حاجة كنت ميتا نمشي نتكسى كنشيط شي شوية فلوس نشريها بالتخبية ما نوريها لا بو لا والو لا مو اللي كتعرف تحية لكم كبيرة وانتم هاد ديال التلوية ديال الشعر هذا بلاكي كما شفتم هذا طابلو هادو جوج قراعي ديال الريحة وهادي طاسة وهاد التفاصيل اللي بغينا نديرهم هاد البلاطة اللي مسكين تهرس صوب الدجاج الدجاج راه كتصوب مكتبناش وكان مكتبنا كروسو صحيح الدجاجة كتصوب ولا كانت تصيب تصوب كيتفتح من عند ان شاء الله كيتفتح ويصوب بعضنا عطيناه قزر جميل مسكينة هذا الشيء مسكوت شي على خاطر هذاك دابا لبس عليه شي حاجة ديال التكوين هذاك راه طلقوه ولا بغا لأن ما كان هو تا شي شطيطة مونتي أمينة ما يتصور هذا المشطة ديال البلاطي وهذاك الشيء
براتك صافي ما خلاتش شنو نقول لك والله الا الدموع في عيني ولكن بغيت نهبطهم لان ما كتبغينيش تشوفني كنبكي هذه انتما الصفه ديالي هذا تمايا وهذه تاهي مشيطه هادو قراصات ديال الشعر تمايا وصلك كي كتقال لك شحال هذه غنطردوك خاص قالت لي راه بنتي كتوجدوا لك ومن غادي يوجد غادي نصيفطوا لك والله يصيفط لها رزيق والله يجعل ربي يفرح وليداتها كاملين كيفما فرحوني الله يجعل ربي يفرحها في وليداتها الله يخليهم لها والله يطول في عمرها وتحيه لك كبيره مامتي امينه والله يخليك لينا شفت معاك شي شوار اويا شي شوار وارد نشوف الشعر وداك هضر الطبيبي تمايا شي شوار الله يسيفك مامتي الطبيبي راه زيك هذا الطبيب شنقول فرحتيني بزاف والله الفرحه اللي في قلبي ما غادي تصورها غير الله سبحانه وتعالى باب تعالى غادي يقول لك عمرك شتي داك الشيء عمري شتو نكذب على الله ما عمري شفت هاد الشيء زعما ما عمري كان عندي بلاطي ما عمري كان عندي شي شوار ولكن فضل مامتي امينه هادشي وصلت له الله يخليها ليا الله يطول في عمرها الله يجعل ربي يفرحك كيف ما فرحتيني الله يفرحك دنيا واخره تحيه لكم كبيره ونخلي الكلمه للوالد ديالي انا جميل الدموع الله يهديك اللي فرحت لي مريم انك ناري والله صافي كي كنشوف بنتي فرحانه كيعجبني الحال صراحه ما نكذبش عليك وشكرا لك اختي امينه بزاف الله يكبر بيك شكرا لك بزاف على اللي خطيك الله يقوي عليك الخير وعلى وليداتك وجعلك ان شاء الله صدقه جاريه على المرحوم ان شاء الله وصدقه جاريه عليك وعلى وليداتك بالخير وعلى المشاهدين ديالنا كاملين نتمنى لكم الخير ان شاء الله والمزيد في الحياه ديالكم نتمنى وليداتكم شكرا لكم على الوقوف ديالكم انا ملي كنشوف شي حاجه زوينه كيعجبني الحال شكرا لكم والله الا كان يعني كنرتبك دغيا شكرا لان شفت مريم فرحت اليوم فرحت اختي امينه شكرا لك بزاف الله يكبر بك على هذا الخير هذا اللي عطيتينا الله يعطيك ويزيدك رب العالمين من عنده ويعطي للمشاهدين ديالنا كاملين يعطيكم ربي صحيحه سلامه شي رزيق انتم وليداتكم جميعا شكرا لكم بزاف الله يكبر بكم اللي فرحتوا لي وليداتي شكرا وفرحت مريم حيت راه مع المرض داك الشيء راه كتفرح وكترتاح بهذا الشيء هذا شكرا لكم عطيت شي كلمه الشكر للمشاهدين ديالي كنشكركم بزاف وكنشكر تمامتي امينه وكنشكركم كلكم اخوتي المشاهدين الله يخليكم لينا الله يطول في عمركم تحيه لكم كبيره كنتمنى من الله تخليونا تعاليق زوينه وتتابعونا ان شاء الله دائما بجيم ديالكم والمشاهده ديالكم زوينه والكومونتير ديالكم دائما زوين تحيه لكم كبيره ما بقى لنا نودعكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله والسلام عليكم وشكرا لكم تمامتي امينه